يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله I love you. عشان كده صلواتنا اللهم صل على نبينا اللهم صل على ان شاء الله pada malam ni باذنله kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Abah Guru Sekumpul dan telah berhubung juga pada roh beliau tadi sampai pada nenda beliau iaitu Syekh Syak Banjali, dan seterusnya kita hadiah apa jua yang kita bacakan pada malam ni kepada roh mereka. Mudah-mudahan ialah jadi satu pertalian yang menghubungkan Allahumma iaitu haqiqna bihasabihi wa alhiqna binasabihi bisili thawabil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Mudah-mudahan dengan masing-masing semua sama-sama turut ikut menyebut, cukuplah 100 ataupun lebih, dan Allah Ta'ala mustajabkan doa kita sama-sama insyaAllah. Ya Sami'un Ya Basir, 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 يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا بصير
يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير الله يا سميع يا وإحياء ذكر الصالحين يا الله اللهم صل على من كفيه على سيدنا قتادة رضي الله عنه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نتوسل إليك بحق أوليائك الصالحين يا سميع يا بصير يا شيخ زيني شيخ عبد الغني يا الله ببركة أجداده وبركة سيدي شيخ أرشد البنجلي وبسنده المتصلة إلى سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله السراج المنير نسألك يا الله أن تغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصلح لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا سميع يا بصير يا عنا ديوننا يا الله واشف مرضانا وسلمنا من آفات القلوب بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من كتابك الكريم وما هللناه من لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استغفرناه وما قلناه يا الله وما مدحنا على نبيك وآل بيتك يا على آل بيت نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قرأناه هنا من أنواع الخيرات هدية منا واصلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرتي المرحوم أبا دروسكم قل يا الله وإلى روحي سيدي شيخ أرشد المنجلي يا الله وإلى روحي من اجتمعنا هنا بسببهم يا الله وإلى سيدي الأولين والآخرين وأمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين وآل بيت نبي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإمة المجتهدين وإمة الصوفية وسائر الطائفة قطبني يا قطب رباني سيدي أحمد البدوي سيدي إمام أبو الحسن شاذني بركة سيدي شيخ صالح جعفري اللهم تقبل منا دعاءنا واقض عنا ديوننا يا الله يا مجيب اجعل لساننا رطبا بذكرك وبتلاوة كلامك وبالصلاة والسلام على حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم أدي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألناك من عطاياك الجسم
واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وارفع درجات أخينا سيدنا عبد العزيز يا الله واشفي الله يا الله وسلم وسلم من وسلم أولاده وصلحوا بأحباب أتباع يا الله وزن عليه حبا وشوقا لأهل بيت يا الله واجعله من الزوار حرج نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدم حبنا فيك واجعلنا من المتحفين فيك اجتمعنا فيك وفرقنا منك يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافتح لنا من الخير كل باب وافتح لنا من الخير كل باب يا من قال وقول الحق في محكم الكتاب حقق لنا آمالنا حقق لنا آمالنا حقق لنا آمالنا يا سميع يا من فتنة أخي الزمن سلمنا من فتنة المسيح الدجال يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجرنا في الدنيا بقول الشهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بصير يا تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله تقبل يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين